الأسود ومثير للإشمئزاز، خاصة في هذه الفترة من السنة اللي احنا مقبلين على راس السنة، وذلك لتفادي خلق نقطة سوداء من شأنها تسخط الساكنة، هادشي اللي ما خصناش حنا. سيد الرئيس، أولا كيما جا في التدخل ديال الإخوة، أنا غنطرح عليك سؤال، هو الغياب ديال ممثل الشركة، غتجاوبني علاش غياب ممثل الشركة؟ أنا بغيت واحد نجاوب. قول نجاوب هاد خصو يحضر، خصو يحضر لأن اللجنة ماشي هي المجلس السيد الرئيس، إما استهتار بالعمل ديال الجماعة أو نقص من القيمة ديال الأعضاء ديال الجماعة، وهذا ماشي معقول. هو السيد الرئيس كان المفروض يكون واحد الشرح خاصة لهاد لافلون، توضيح مفصل على الاقل حنا نقتنعوا، لان راه غنخلصوا 640 مليون راه ماشي سهله. حنا كنا مع مصلحه ديال المدينه، حنا انا كنقول نعطيو كثار من هذا الشيء، ولكن راه خص واحد الخدمه تقدم لهذه المدينه باش نبرروا داك 640 مليون. خصنا نشوفوا الزياده في الاليه، خصنا الزياده في العمال، خصنا الزياده في واحد الطريقه ديال الجمع ديال النفايات. كنعرفوا على ان المدينه توسعت، انا عارف المدينه توسعت، ولكن السيد الرئيس على كاين الناس ديال المدينه ما كيختلفوش، الاثنين ما كيختلفوش على انها كاين التردد، وهذا كاين التقارب ديال 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 الشركه هنا. كاين فيما يخص النكاسه الشطابه، راه كتعرف واحد ما كاينش واحد الجوده الخدمات، كاين عندهم داك الشاحنه الميكانيكيه حتى هي كاين واحد النقص، كدوز غير في واحد الشوارع، وكاينه واحد النسبه كبيره ديال جمع النفايات سيد الرئيس كتتم بهذوك التريبورتر وكيتخلصوا من عند السكان. كاين الاغلبيه ديال السكان في واحد المناطق كيخلصوا كيقول الله يخلصوا، ولا تبقى ديك النقطه السوداء امام السكن ديالهم، يعني نرجعوا عاوتاني لواحد في الثمانينات او التسعينات اللي كانوا واحد المجموعه ديال النقاط السوداء. كما جاء في التدخل ديال الاخوه، التدخلات ديال السيد الرئيس، كاين نقص فيما يخص الاليات ديال المراقبه، حيث لو كانت الاليات ديال المراقبه كرة على الاقل هذا الممثل ديال الشركه او هذه الشركه هذه كرة كيجلس هنايا معنا وكيقول لنا ذاك النقاط اللي تم المراقبه ديالو وفيها واحد المجموعه ديالو. كاين التتبع ديال الاشغال، شكون اللي كيقوم بها السيد الرئيس؟ شكون اللي كيقوم بالتتبع ديال الاشغال؟ ومن المفروض راه كاين في كاين شارج كاين اللي غيقوم بالتتبع ديال الاشغال، ما كايناش. حنا ماشي ضد هذا السيد، لا بالعكس، انا كنقول على انه يمكن نزيدوا حتى 4 ديال المليار، ولكن تكون المدينه نظيفه، داكشي اللي بغينا حنايا كيما كاين جهات اخرى. راه كندوزو راه المدينه كلها بالاسبل، عامره بالاسبل، عنده مشاكل مع العمال ديالو، عنده هذاك شغلو، ولكن لا، اللي حنا اللي كيهمنا هو النظافه، لان عندها علاقه بصحه المواطن، عندها علاقه بالاستثمار، عندها العلاقه بالسياحه، وعندها العلاقه بواحد المجموعه ديال الاخوه المهاجرين اللي هما دائما كيطلبوا على ان المدينه تكون نظيفه.